بتاعك. أولاً أعطينا أكثر تفاصيل على هذه القضية اللي رفعت في فرنسا، من رفعها وباش تتهموا توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق؟ لا، هنا زوج قضايا يتمثلوا في زوج شكايات. الشكاية الأولى باسم الأستاذ نوردين البحيري اللي يقع بالسجن مع الأسف الشديد. إذا هذا الملف الأولاني، إذا ضد توفيق شرف الدين كل من سيكشف عنه البحث من أجل تهمة جريمة التعذيب. والقضية الثانية، الملف الثاني، الشكاية الثانية ضد نفس الشيء توفيق شرف الدين وكل من سيكشف عنه البحث باسم القاضي الفاضل البشير العكرمي اللي هو كذلك مع الأسف الشديد يقبع في السجن. كذا كان نقول جريمة التعذيب، فين بالضبط فين شفتوه التعذيب؟ بناء على شنو؟ بناء على شهادات، على وقائع؟ والله انتم تبعتوا الاحداث سي معز. تعرف اللي بالنسبه للاستاذ نور الدين البحيري، يعني هو عنده زوز ملفات. الملف الاولاني نتاع قضيه ما يسمى بمنزل جميل، وقع اختطافه امام منزله من طرف مجهولين وتعنيفه، وحملوا إلى منطقة منزل جميل أين وضع في مكان معناه مجهول، وأسيئت معاملته أثناء هذا الاختطاف وهذا الإيقاف. ثم كما تعرف وقت ساءت حالته الصحية هزوه للمستشفى. تعرف اللي هو قبع في مستشفى الحبيب ثامر تقريبا من تاريخ 2 جانفي 2023 حتى التاريخ 7 مارس 2023. بعد معناه رفع عنه التحجير من الخروج من المستشفى. وتعرف اللي معناها بدون توجيه أي تهمة رفع عنه اللي ما سماه وزير الداخلية وضعه تحت الإقامة الجبرية. هذا الملف الأولاني. الملف الثاني اللي هو على أساسه موقوف الآن من أجل على أساس الفصل 72 من القانون الجنائي، يعني هو تعرف وحيل على تدوينة نسبت إليه، التوى ما هو ثابت اللي تدوينة نسبت إليه، وحتى على جيل تدوينة لا نحيل الناس ولا نوقف الناس معناها بهذه الطريقة. وتعرف إيقافه، ظروف إيقافه بمناسبة هذه القضية، هذا الملف كانت معناها طريقة معناها بشعة جدا، يعني مداهمة المنزل، تعنيفه وتعنيف عائلته، تعرض للكسر في الكتف فنداو، وهدايا وقت يتحال على تحقيق من غدوة بعد إيقافه يوم 13 فيفري 2023 من غدوة. تعرف معناها تحال على التحقيق، يعني قال التحقيق عاين أثار العنف اللي عليه وعاين معناها الألام، وقال وراني أنا قاعد بتألم، ورغم ذلك صدر فيه بطاقة إيداع في السجن. واتضح إدارة السجن رفضت أن تقبله في السجن نهارتها بعد إصدار بطاقة إيداع لأنها كانت تتعاين في أثار العنف، وحمل المستشفى. واتضح في المستشفى اللي هو عنده كسر في الكتف، وتعرف أجريت عليه عملية جراحية دم 3 ساعات. ومعناها إذا هذه الوقع تقريب، وهذا معناها بالنسبة للأستاذ نور الدين البحيري. بالنسبة للقاضي الفاضل بشير العكرمي، تعرف اللي هو يعني توقف نفس الشيء في ظروف معناها سبكتاكولار، يعني هجوم على بيته، و يعني وقع يعني التفتيش البيت نتاعه وحمل أغراض إلى آخره بدون أي بطاقة. وقع وضعه في الإيقاف بدون أي بطاقة. ثم تعرف من بعد يعني من بعد 4 أيام من الإيقاف اللي هو كان في ظروف قاسية جدا حتى ما وصف، ومعاملة يعني مشينة، وقع حمله إلى مستشفى الأمراض العقلية الرازي. يعني الراجل كان لباس عليه، مرته وعائلته يأكدوا اللي هو كان رياضي، كان يعمل الفوتينج، يمشي يعمل الرياضة كل يوم. وإذا به الراجل أصبح يعني يعالج في المستشفى الأمراض العقلية. وتعرف الظروف
نتاع من بعد حمله من المستشفى. اولا ظروف خروجه من المستشفى، كيف ان المستشفى كان مطوق بعشرات من عوامل الامن، والسيرفيس يعني القسم اللي كان يعالج فيه نفس الشيء، وكان من المفروض ان يحمل الى المستشفى، لكن في حقيقه الامر والواقع اللي صار هو انه من بعد يعني وقع اعاده ايقافه من جديد على ذمه قضيه جديده، وهو تعرض لسوء المعامله، تعرض لاشياء قال مش ممكن نوصفها. واحنا يعني على هذا الاساس وقع تكليفنا كمحامين باش نقدموا الشكايه هذه. تعرف اللي التعذيب يعني راهو جريمه. هذا سؤالي يعني حبيت نفهم انا مليح استاذ عبد الرزاق كيلاني في مستمعات المستمعين نتاعنا، هل ينظر القضاء الفرنسي في وقائع حصلت في بلد اخر كما تونس مثلا؟ بالطبع شوف سي معز، صرنا اولا مبدا الاختصاص الكوني لا كومبيتونس اونيفرسيل، هذا المبدا اليوناني. يعني هذه جريمه التعذيب اللي تنص عليها المعاهد نيويورك المؤرخة 10 جانفي 1984 اللي توصف قضية هذه التعذيب. وبعد تعرف أكثر الدول تبنت مبدأ الاختصاص الكوني في هذه القضايا، خاصة القضايا البلجيكي، والآن القضايا الفرنسي قطع خطوة في اتجاه وأنه إذا كان المتهم بالتعذيب يكون فوق الأراضي الفرنسية فإن المحاكم الفرنسية تكون مختصة. وإحنا بلغونا عائلة الأستاذ البشيري وبشير القاضي بشير العكرمي أنه وزير الداخلية اللي هو كان رئيس الأعوان اللي قاموا بعملية التعذيب، وفي الحقيقة هو بأوامر من عنده اللي صار معناها واللي تعرضوا له المناوبين نتاعنا، إذن بادرنا وأسرعنا بتقديم هالزوز الشكايات، رغم أن الأخبار تقول اللي هو روح للتقديم. فهمتك، معنى أنتم أول ما سمعتوا بأنه سيد توفيق شرف الدين متواجد على الأراضي الفرنسية أسرعت بتقديم قضية بلغولكم العائلة متاع نور الدين البحيري، هذا هو رفعتوا قضية. باه الآن كان عاد توفيق شرف الدين إلى تونس، ما قيمة الآن، ما هذه القيمة القانونية لهذه القضية؟ القيمة أنه هو كان على الأراضي الفرنسية، يعني هذا ثابت، وصفته الأبحاث والنيابة العمومية ستثبت هذه، والتتبعات ستتواصل. على كل حال هذا راهو عنده عبره وعنده مغزى في المعز، انه راهو الافلات من العقاب معناها وفاء، ما عادش فما افلات من العقاب. واحنا مع الاسف الشديد تعرف عملنا العداله الانتقاليه، وكنا في فكرنا وفي معناها الهدف نتاعنا هو طي صفحه الماضي الاليم نتاع معناها التعذيب والممارسات هذه المخله بالانسان وبالانسانيه. ومع الأسف الشديد الانقلاب بتاع 25 جويلية يعني وضع مع الأسف حد المسار اللي كنا ماشيين فيه باش نصلحوا مؤسساتنا ونصلحوا معناها قضاءنا. هتشوف معناها القضاء اليوم أصبح تقريبا في خدمة شخص اسمه قيس سعيد. أستاذ كيلاني، فيما يخص الآن وضعيتك القانونية، ما الجديد؟ نعرف كان أصدرت وقت في السابق محكمة العسكرية في أكتوبر كان ذكروا عندك تهمة الانضمام إلى جامعة مشاني الإخلال بالراحة العامة وتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد، وين وصلت هذه القضية؟ أنا خبيتي طوال في بالك، أنت مشيت للتعقيد بعد حكمة محكمة الاستئناف العسكرية قالت اللي المحاكم العسكرية غير مختلفة، مشيت للتعقيب، والآن القضية هذه رجعت معناها بشكل تعقيب، من المفروض أنها باش ترجع، ما نعرفش الإجراءات معناها شنو، لأنه هو الحكم الاستئناف يقول معناها عدم الاختصاص ورجع الملف للنيابة العسكرية لاتخاذ ما تراه. أنا عندي سؤال يخصك أنت في السؤال الأخير سي عبد الرزاق الكيلاني، ما مدى صحة ما يتم ترويجه بأنك تحصلت على لجوء سياسي وقد تقدمت بمطلب لجوء سياسي في فرنسا؟ والله شوف أنت توزي معز كلمتني على قضايا، ما نستغل الفرصة ما دامك معايا. هذا تهمش
يعني لربما انت تحب تهمش القضيه. لا لا لا، علاه نحب نهمش طلب لجوء سياسي؟ هذا حق من حقوق اي انسان، ما نحب نهمش حد شيء. انا سالتك في زوز قضايا ونستغل واستغل ما طلبش. ماذا يهم المواطن التونسي؟ اللي يهم المواطن التونسي اليوم في معز هو انه يعرف اللي راه الافلات من العقاب ما عادش موجود. انا زاد يهمني كصحفي اني نعرف العميد السابق للمحامين هل تقدم مطلب لجوء سياسي في فرنسا ام لا؟ معناها مش فيه سؤال عادي من اي صحفي نجم يسأله لك ويستغل فرصتك ووجودك معه على الهاتف. عمل لي حصه خاصه بالموضوع هذا وانا نجاوبك يا اخي. هذا السؤال محرج سي عبد الرزاق، ما الحرج اللي فيه؟ ما هوش محرج سي معز، ما فيه حتى حراج. انت تعرف وضع البلاد، وضع الحريات، وضع الحقوق، ما عادش فما ضمانات في البلاد. الناس كلها تعرف اللي ما عادش فما ضمانات. شوف معناها الاتفاق اللي قاعده صايره، رجال الاعمال قاعده معناها تغادر في اراضي البلاد، معناها الامان والضمان الوحيد اللي في البلاد اللي هو اللي يعلق عليه الانسان معناها روحه هو القضاء. مع الأسف كما قلت لك القضاء اليوم أصبح يعني العيشة، واللي هو القضاة يعيش في حالة رعب. ثانيا شفت الحركة القضائية والبلاغ اللي ظهر على الجمعية التونسية للقضاة حل هذه الحركة من أن يصبح القضاء مع الأسف الشديد معناها حلبة لتصفية الحسابات السياسية وتصفية كل نفس حر في هذا الوطن العزيز. واضح، شكرا لك.